بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حزب النصر للسيد الشيخ مولى عينين. كافا يا عين صاد، اللهم إني أسألك بكاف كفايا وهاي الهدايا وياي اليسر وعين العز وصاد الصمدية أن تكفيني شر مخلوقاتك ما ظهر منها وما بطن، وأن تهديني لما فيه خير الدنيا والآخرة، وأن تيسر لي كل عسير صغير أو كبير، وأن تعزني بعزك الذي لا يذل من تعزز به، وأن تجعلني أصمد وأقصد إليك في الأمور حتى يصمد إلي فيها بسيادتك في ظاهرها وباطنها. فأسألك اللهم باسمك الرحمن، ولا أجريت منه من رحمة في الأكوان، أن تجري علي صنوف رحمتك التي تجري بها صنوف نعمك وترد بها صنوف نقمك، فبالألف المؤلف بين الأكوان اجعلني ألفا مألوفا، وبالخيرات محفوفا، وباللام الجامع لملاح في الوجود، ثم على محبة من هو من الخلق موجود، حتى تملكني منه ما غاب وما هو مشهود، وبالراح الراحم بالوجود وبما يقوم به الوجود جميعا. ارحمني رحمة تعمني وأحبتي، وتكف عنا بأس من كان لك عاصيا أو مطيعا، وبلحاء الحاكم بالحكمة البالغة على جميع الأكوان. حكمني في خلقك تحكيما وتعه بي في السر والإعلان، وبالميم المحيط بالملك وله ملك السماوات والأرض وما بينهما. بلغني نفسي وغيرها حتى ينقاد إلي الأدنى والأقصى وما بينهما، ومن نور الذي أوله آخره وآخره أوله وما ظهر فيه من النصر والنور. نورني وانصرني نورا ونصرا لا يخفيان ولا يغيبان على أحد مددته. وأسألك بطاسم فبالطاء الطاهر المطهر بأنواره ما تكاثف على العبد من الأدنى، أن تطهرني من الذنوب والعيوب تطهيرا، يظهر علي فضلك في الأنفاس، فبالسين السناء والرفعة على المكونات أن ترفع لي قدري وتتوجني بتاج الكرامة، وبسر قاف القائم به العرش والفرش وغيرهما من المخلوقات، أن تجعلني قائما بالحق فيك لك معرضا عن المعرض عنك من المكونات. يا الله يا الله، أسألك بنص حكيم له سر قاطع، أن تلبسني حلة من نورك الساقع، تظهر علي بها فضلك ظهورا لكل خير جامع، وألبسني من ألوان جمالك ما يغمرني به فضلك ويظهر علي الفضل العظيم، حتى يبهر من رآني ويقول ما هذا بشرا من هذا إلا ملك كريم، فيهرب مني أهل الضلال هروب الظلمة من النور العميم، وألقي علي محبة منك تنقاد لها القلوب وتخضع لها النفوس وينال بها المرغوب، وجملني وعظمني وانصرني وأعزني وقومني بالحروف النورانية، وقبح أعدائي وحقرهم واخذلهم وأذلهم وضعفهم بالحروف الظلمانية،
واضرب بيني وبينه بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وردهم عني بقولك ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا فكفى الله المؤمنين القتال فكان الله قويا عزيزا واطمس على أعينهم وقلوبهم حتى لا يرون وجها يضرونني به ويسير كيدهم كالسراب وانصرني يا نعم المولى ونعم النصير عند أصدقائي وعلى أعدائي كما نصرت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وقلت له وينصرك الله نصرا عزيزا إلا تنصروهم فقد نصره الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن ينصركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذا جاء نصر الله فمن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم أقبل ولا تخف إنك من الآمنين لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تخاف ضركا ولا تخشى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون لا تخف ولا تحزن إنا منجوك لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى لا تخف إنك أنت الأعلى بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله آمنت بالله واعتصمت بالله وفرضت أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي واستر عيبي واكشف كربي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبتني وردني بما قسمت لي يا الله يا حفيظ أنت الذي من أضيف إليك لا يناله وإنني عبيدك ولا إضافة لي إلا إليك ولا توكلني إلا عليك فاكفني شر ما لديك فانصرني وأيدني بتأييدك الذي لا ينقطع وأمرني بآلائك التي لجميع خلقك تتسع اللهم انصرني ولا تفضحني واكرمني ولا تهني واسترني ولا تفضحني وآثرني ولا تؤثر علي واحفظني ولا تضيعني فإنك على كل شيء قدير ومكنني من أذمة المخلوقات حتى لا يحيد عن مرادي كائن من الكائنات يا أيها الظلام من جميع لنا الله ربنا ورب لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم ويا أيها الأكوان القاسي فيكم والثاني الله معي الله ناظر إليك الله يراني ويا
حيث الله على الله متكلين. أعوذ بالله من كيد الجاهلين ومكر الماكرين والسحر الساحرين وبغي الباغين وظلم الظالمين وحسد الحاسدين وطغاة المتمردين وجنود إبليس أجمعين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فقال يا هامان الأرض إني طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين. فمن يزغ منهم عن أمرنا نزغ من عذاب السعير. يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على